شلون انعشت المواطن، كل هذا ما حصلت. كم محافظة تبدل على هاي المحافظة؟ احنا عندنا جسر، عندنا جسر تبدلوا عليه 6 محافظين، يعني انا حياتي جسرين. اذا اريد اعيش بالعراق او بالنجف بحالة تطور ورقي اعيش اشوف جسرين بالنجف، 15 سنه بهذا الجسر، واذا يسوي لي جسر ثاني بعد 15 سنه خلصت الحياه. لما نقول هيك بدنا محافظين، ست محافظين على جسر، شلون نوع الاستثمار؟ ست محافظين على جسر، المفروض اليوم النتيجه اللي يتحدثون بها مختلفه. اليوم ضيوفي من النجف من قاعدين، المفروض يتحدثون عن شيء مختلف عن النجف. ليش هذا التحدي بعد قائم انه النجف بهذه الطريقه من نتحدث عن النجف السلبيات اكثر من الايجابيات؟ يحتاج لها ان يديرها اناس ذو اختصاص مهنيين يعرفون. يعني هم كلهم اللي توالوا عليهم كلهم ذو اختصاص؟ اللي صار بالنجف ما اعتقد ذولا ذو اختصاص، مستحيل. كيف تعطى هكذا استثمارات بالمليارات وتعود بالفائدة؟ طبعا المستثمر يدخل مفلس يطلع مليان، مفلس ولا ألف عنده ولا دينار، ويعرف أستاذ أبو حسن يجي مفلس يطلع ملياردير. طيب وين العقول الراجحة اللي تستطيع أن تدير الملف بالصورة الصحيحة؟ إذا رجعت مجالس المحافظات حتكون بصالح النجف؟ إذا بالطريقة السابقة يعني ترجع بها الطريقة يتقلص العدد مثل لا ما يقولون. لا شوفي، هو من الضروري أن يكون للمحافظ أداة أو أدوات تهاقب وتأيد وترفض.